ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره السبوره ونشوف التكتيك والامور الفنيه اللي تمت في مباراه الهلال السوداني والاهلي، وازاي كولر بدا بتشكيل ثم عمل تغييرات وتبديلات، وهل التشكيل ده كان التشكيل المثالي ولا لا. كل ده هنشوفه بالتاكيد في فقره السبوره مع زميلنا كريم سعيد في برنامج في كتفك يا اهلي مع شركه جي ال سي، شركه الدهانات الاولى في مصر، وتابعونا دايما من خلال صفحه يلا كوره وصفحه جي ال سي سبورتس. كريم، فقره السبوره والتكتيك وطريقه اللعب والتشكيل والبدايه اللي بدا بها كولر، شفتها ازاي ونقدر نقول هل كانت بداية سليمة؟ بص يا حمد، النهاردة كولر ربما يكون بدأ المباراة بشكل ادى مؤشر لكل او ادى علامة لكل اللي عرفوا التشكيل قبل المباراة بحوالي اكثر من ساعة ان كولر نزل يكسب. ليه؟ لان كولر النهاردة لعب بطريقة 4-2-3-1 ووظف حسين الشحات لاول مرة في مركز صانع اللعب، وانت كمان رايح تلعب الهلال السوداني في ارضه بربع مهاجمين صرحاء، حسين الشحات، بيرسي تاو، احمد عبد القادر، وطاهر محمد طه. الاربعه دول عندهم واجبات هجوميه اكثر من الواجبات الدفاعيه، وكمان هو يعني كولر مدينا مؤشر لو حب يلعب ماتش متوازن مع فريق هو قلقان منه في خط الوسط بينزل لعيب خط وسط تاني. هو ما عملش كده النهارده، هو بدا بالاربعه 2-3-1 مع بدايه سبب من التشكيل والكلام اللي على الورق اللي قبل الماتش. اول ما الحكم صفر الاهلي واقف 4-2-3-1، الهلال السوداني واقف 4-5-1، فلورنا بينجي طبعا احنا لعبناه كتير جدا هو عارف الاهلي، والمنطق بيقول ان الهلال بيلعب زون ديفنس واحنا بنلعب ضغط عادي وماسكين الكوره. تمام. اول ربع ساعه النادي الاهلي بيتناقل الكوره بشكل ممتاز جدا، حسين الشحات بيتحرك بشكل مميز جدا، والكوره بيتم تدريجها من الخلف للامام على الارض، فبنلعب صح. خلال 10 دقايق سنحت لينا فرصه ولا اروع، فضينا المساحه على الجبهه اليسرى، كل مدافعي نادي الهلال كالعاده دخلوا زي اي فريق لغايه مرماهم، حسين الشحات زي اي بلاي ميكر ذكي وقف على حدود منطقه الجزاء، الكوره جات له، اتفضل يا باشا خلص الكوره نحط جون في اول 10 دقايق، فرقه الهلال تضغط اكتر، تبدا تفتح خطوطها اكتر، مغلوبه على ارضها في اول 10 دقايق، فالدنيا تبدا تتسهل عليك. حسين بيضيع الفرصة بغرابة شديدة. عايز اقول لك في نفس التوقيت تقريبا بتاع الفرصة دي كنت بتفرج على ماتش استون فيلا وارسنال، نفس الدقايق كوتينيو جات له نفس الكورة في نفس التوقيت نفس كل حاجة، بس مرة واحدة كده، بس مرة واحدة وراح هوب راكنها. حسين الشحات يا راجل يعني لعبه في الزاويه الضيقه كمان، ضيق على نفس الزاويه. انا مش عارف ليه، بص ولا حاجه، اول فكر ممكن تقول ايه، انا مش هركن وانا هبص ولا حاجه، انا الكوره هنا هروح بوم صاروخ شايط وزي ما تيجي تيجي. طيب انا حبيت اركن، يبقى لازم قبل ما اخد قرار ان انا هركن في زاويه اكون باصص، هي صعبه. طيب بعديها على طول ما فيش كام دقيقه النادي الاهلي عمل برده كوره هجمة متدرجة على الأرض، ولعبنا وعملنا بيلدينج أب من ورا ومشيين ودخلنا لغاية لما وصلنا إن إحنا فرغنا هنا المساحة في اتنين لعيبة، محمد هاني وطاهر محمد طاهر، والكورة مع حمدي فتحي على مشارف منطقة الجزاء. حمدي راح عامل إيه؟ راح شايط. طيب في اتنين زملاء كانت في اتنين مكملين معاك، وانس إنك أنت لعبت الكورة كده أهو خلاص، واحد من الاتنين دول هيروح يصاب المرمى. طب هل طاهر بيلعب في مركزه؟ نعم. في مكانه؟ ما هو طاهر بيلعب على اليمين. طيب ما هو المفروض محمد هنا قدام حسين الشحات، ما هو حسين بيلعب بلاي ميكر، ما هو حسين هنا هو فري رول، يعني هنا حسين ما تقدرش تقول هو يمين ولا شمال ولا عقب، هو عنده حريه حركه يعمل اللي هو عايزه. لكن انا بكلمك كده يا محمد، احنا اول ربع ساعه او اول ثلث ساعه احنا بنلعب كويس وماسكين الريتم ماشيين بشكل كويس جدا. التحول الغريب بالنسبه لي بعد انا قلته لك ده، بعد 20 فجأة وبدون أي مقدمات بدأ النادي الأهلي يلعب الكرات الطولية لبيرسي تاو. بيرسي تاو طوله كام سنتي يا جماعة؟ بيرسي تاو 176 سنتي. مدافعين الهلال الاتنين، واحد سوداني واحد سنغالي، الاتنين فوق 190 سنتي. بالعقل كده يا حاج محمد، لا صعب، هل الراجل ده محتاج ان هو يشب حتى؟ لا خالص، هو كمان ما بيحتكش. لا انا بسالك سؤال، مدافع الهلال محتاج لا ان هو يشب وهو واقف؟ هو واقف، هو مش هيشب. بيرسي تاو عشان يوصل لطول الناس دي محتاج ان هو ينط ويكسب 14 سم زياده
لطوله. وهو مش لاعب التحامات يا كريم اصلا. اه يعني بيرسي مش لاعب التحامات، لاعب بتاع كرة على الارض ومساحات. تحولك انك تلعب كرات طوليه بدا يخلي دفاع الهلال السوداني يهدى. ليه؟ لانه انت سهلت له اللعب، خلاص شكرا اللي انا عايزه، العب كرات طوليه، انا نط هوب الكره تنزل، انتهى الموضوع، مفيش اي تعب بالنسبه لي. وبدا اللي بيتفرج على الماتش في التلفزيون يلاحظ ان في فجوه او في فرق ما بين الاهلي اللي بدا اول 20 دقيقه كنا بنقول احنا قريبين من الجول، في يعني اوكي ما هو انت ممكن تضيع عادي بس روح تاني، احنا روحنا باتنين بس. بعديها شكرا بدا اللعب ينحصر واحنا متجهين على طول لكرات. انا عايز افهم ليه لعبنا طولي؟ نتكلم بصراحه، هل اللعيبه تعبت بعد 20 دقيقه؟ هل المردود البدني عندنا في الظروف هناك الماتش الساعه 3 العصر احنا بنتكلم عليه فبراير اللعين، انت حذرت منه قبل كده؟ مش ممكن الحلقه اللي فاتت اتكلمنا فيها بجد، مش ممكن والله. انا يعني عايز افهم، لان احنا طبعا قبل ما نتكلم على الفن لازم نتكلم على البدني. ان انت لو معاك عظماء الكره في العالم وعين بدنيا محدش هيديك حاجه، فانت محتاج انت تطمن على الناحيه البدنيه. احنا فجاه بدا الاداء يهبط بتاع من امتى؟ من الدقيقه 20 اداء في كيرف بينزل. قلنا طيب الشوط خلص، والهلال بصراحه الشوط الاول ملوش اي فرصه، ملوش اي فعاليه على محمد الشناوي، وانت مرتاح وفلوران ايبنجي ما بيضغطش، هو واقف في نص ملعبه كل عايز يامنه انه يفضل بالنتيجه، لغايه لما مع بدايه الشوط الثاني فهمنا ده كاموفلاج، ده كمين معمول لنا. معمول لنا ليه؟ لان فلوران ايبنجي مدير الفني للهلال السوداني مع بدايه الشوط الثاني فجاه لقينا الهلال ده ضغط، كله بيضغط وبياخد فرات كتير من على المنطقه، ولاعيبه خط الدفاع واقفين لنا في نص الملعب ولا كاننا بنلعب فلامينجو او ريال مدريد. اتخنقنا اتخنقنا فعلا شوط تاني، مخنوقين مش عارفين نشم نفسنا. هوب الهلال بدا يضغط وبداوا يمنعونا نخرج من الكوره وياخدوا الكوره ويحولوها لهجمات، وبداوا يلعبوا اللعبه المعتاده على النادي الاهلي، تروح على الطرف وتاخد كرات ثابته. اي لاعب من الهلال السوداني كان ياخد الكوره ويروح على الطرف على طول بيحجز عشان يجبر لعيب النادي الاهلي يعمل اي احتكاك معاه، هوب يقع هوب ياخد فاول. وجي من احد الضربات الثابته الهدف الاول. تفسيرك للهدف جه ازاي؟ هدف مليون في الميه، مليون في الميه خطا محمد الشناوي يتحمله ومسؤوليته كامله 100%. حتى لو محمد الشناوي الشمس يعني كانت معكسة او كده اي شيء، انا اسف بالنسبه لي ده مبرر. الخبره اعتقد الحاجات دي بتفرق. عندك مليون طريقه تقدر انت النهارده، اول حاجه انت حاسس ان الكره جايه في الحته دي بوكس، حط ايدك وحط وهتطلعها. انما في كل الاحوال هي خطا محمد الشناوي، وكمان ودعها كده ان في كرات عرضيه كتيره بعد كده جت محمد الشناوي طلع مزاجها او طلع صحيح. عملها بالبوكس عادي. يعني اللي زعل محمد ان الجون ده جه في الدقيقه 52، يعني هو ولا في الدقيقه 85 لسه بدري، ولا في الدقيقة 90 ولا حتى في الدقيقة 80، الدقيقة 52. بعيدا عن التكتيكس يا جماعة، وبعيدا عن الفنيات يا محمد، وبعيدا عن الخطط، من أي شيء الرياضي التنافسي اللي بيلعب فريق كبير ولابس تيشرت النادي الأهلي على مر الزمان بنقول فيه حاجة اسمها رد فعل. يعني إيه رد فعل؟ أنا لما كنت بلعب مع حد لعبة تنافسية وهو بيتقدم عليا في حاجه كده في الهرمونات في الجينات بتاعتنا بتاعت الرياضية بتقول له يلا يا عم انت مغلوب اطلع اكسب الراجل ده. طب هل رده الفعل ممكن تكون مرتبطه ان المدير الفني ما عملش تغييرات فما حسسش اللعيبه ان في حاجه ممكن تستدعي ان يكون في رده فعل؟ لسه عندك مساحه وقت، ان التغييرات حتى يا كريم جت متاخره بعدها. صحيح، بس خلينا نتفق على حاجه، مهمه المدير الفني من بره هي التنظيم. هو المدير الفني بيلعب؟ لا. هيجيب جون او هيصد كره اطلاق؟ حلو، يبقى هو مهمته التنظيم. يعني حتى اذا هو لو ما اتدخلش، لو هو ما اتدخلش هيبقى في لعب او هجوم عشوائي صح. احنا اصلا ما شفناش هجوم عشوائي، احنا ما شفناش حاجه. احنا بعد الدقيقه 52 ما فيش اي رد فعل مننا، احنا واقفين بنلعب بنفس الريتم اللي كنا عايزين النتيجه 0-0. ده معناه ان ما فيش تركيز. ما هو تاني بقى هنرجع عشان احنا دلوقتي بنحاول نحلل الامر عشان نفهم، واحنا طبعا بكل امانه مش عايشين الاجواء هناك. اكيد بنتفرج من التلفزيون وبنتابع زي يعني دي شويه الاعلام، احنا عندنا مراسلين، عندنا الصحفيين
التيم بتاع يلا كوره ده اللي احنا بنتابع من خلاله، لكن احنا مش عايشين الحدث نفسه. بس في مدلولات بتقول لنا الوضع عامل ازاي، ان انا ادائي والنتيجه 0-0 هو هو، ولا مغلوب 0-1 من الدقيقه كام 52، بدليل ما شفناش النادي الاهلي بدا يزق نادي الهلال السوداني زي بدايه الشوط الاول يا محمد الا لما عدت الدقيقه 73. يبقى ده تصرف من الهلال، الهلال بدا يفقد المخزون البدني عنده، وبدا فلان ايبانجي يقول لعيبته ما تضغطوش ضغط عالي. يبقى انت الحاجه الوحيده اللي خليتك تخرج بالكوره ان الهلال السوداني تخلى عن الضغط العالي. يبقى ده مش مؤشر منك انت، يبقى انت كان عندك مشكله. الشوط الثاني يا محمد، الشوط الثاني احنا ما لناش ولا فرصه خطر، مفيش اصلا ولا تسديده اون تارجت. سيبك انا بقول لك احنا اتفرجنا عليه، ولا فرصه خطر على المرمى، مفيش ولا فرصه لينا واحنا متاخرين بهدف من الدقيقه 52. بالنسبه لك كريم سعيد كويستشن مارك على الحاله البدنيه، رغم ان المسافه التوقيت انت رجعت من المغرب السبت وسافرت للسودان الخميس، يعني الماتش من السبت للسبت في فتره اسبوع حبيبي. فتره كافيه ده ما... لا لا خالص. تاني احنا يا جماعه ماتش الساعه 3 العصر ده له تحضيرات يا كريم. ما احنا كسبنا فيتا في الكونغو قبل كده 3-0. كنت محضر كويس، كنت محضر كويس. محمد بقول لك ايه، لا قدر الله واحد بيعمل عمليه، الدكتور بيقول له ايه؟ لا بيحضره للعمليه، بيديله ورقه بيقول له بص يا استاذنا التزم بالتعليمات دي، دي اشتراطات العمليه، لازم تعمل 1-2-3-4، ما عملتش واحده من الاربعه دول مش هعملها. انت في خطر. تمام، ماتشات 3 العصر ليها تحضيرات، اتعملت ولا لا الله اعلم، ما اعرفش. طيب الاهلي بيتمرن دايما الصبح الساعه 9. نعم، حتى في المغرب كان بيتمرن الساعه 12. اوكي، وبالتالي انت حتى على المستوى التدريبي انت بتتمرن بدري. تمام، هل المشكله في ليله المباراه مثلا انت بتنام متاخر فعلا؟ ما اعرفش والله، ما اعرفش. احنا انا بحاول اشوف معاك انا ما اعرفش احنا لينا ان احنا نرصد الايه العلامات والمؤشرات اللي في الملعب واللي شفناه. اصحاب الشأن هم اللي ليهم يعرفوا ايه المشكله ويحلوها، لان مش مسؤوليتنا هنقدم حلول. خلي بالك مش مسؤوليتنا احنا كاعلام ان احنا نقدم حلول، احنا مسؤوليتنا ان احنا نرصد اللي احنا شفناه. واضح ان كان في ازمه، ودي مباراه يتزعل عليها، مباراه فلامينجو وريال مدريد مهما كان الزعل عليهم ما يوصلش الزعل المباراه دي. ليه؟ ده تارجت عليك، ده هدف من الاهداف السيئه، ده واحد من البنود اللي انت ماضي عليها عقدك مع الاهلي سواء كجهاز فني او كلاعبين، هتتحاسب على البطوله على الماتش ده بعد كده. النهارده هنتزنق. طيب عشان الوقت اروح معاك للتغييرات، هل التغييرات عملت فرق؟ خالص كل اللي انت عملته غيرت دم بس، مركز بمركز، مركز وغيرت دم. يعني ايه؟ واحد الفيتنس بتاعه بيخلص، بتنزل واحد الفيتنس بتاعه لسه يعني جديد فريش، لكن هل اثر في الاداء؟ هل اداك حاجه زياده؟ هل اداك خطوره؟ هل عملنا جبهات يا راجل؟ هقول لك ايه، بس طبعا مش عايز اقارن. يعني لما تيجي تشوف مثلا السيتي وهو بيلعب نوتنجهام فورست، اوكي نوتنجهام فورست جاب جون في 86، بص تعامل لعيبه السيتي مع التسع دقايق الاخيره اتعاملوا ازاي وازاي زنقوهم. ما جابوش هدف التاني بس في محاولات. احنا الحكم حسب تسع دقايق وقت ضايع، تسع دقايق وقت بدل ضايع. انت حسيت الاهلي استغلهم في شيء خالص؟ تسع دقايق يا جماعه. طيب عايز اسالك على احمد قندوسي، المركز اللي لعب فيه لما نزل لعب بلاي ميكر لعب بلاي ميكر. حتى قفشه لما نزل، قفشه خد الطرف عشان يلعب كره عرضيه، والقندوسي هو اللي كان بيلعب في العمق ولبسته حلوه، بس ده مش ماتش ان احنا هنقيمه فيه بصراحه. نزل كمان الاهلي خسران فكان في ضغط كبير عليه. احنا محتاجين يا محمد كل ما بص، هي مش اول مره، وزي ما احنا قلنا في المقدمه واتكلمنا كتير على موضوع على ماتش 3 العصر وجبناها من 2016 وحصل قبل كده كتير قدام سيمبا، قدام تعادلنا مع الهلال، وقبل كده الاهلي اتغلب من سيمبا مرتين، حصلت اوكي، ولسه عندنا 5 مباريات. اللي يزعلك ان نفس الخطا ما بتتعلمش منه. يا جماعه زي ما قلت كده في الجزء الاول، ازهقوا ازهق يا اخي، ازهق، اخرج من بره الدايره عمالين نلف فيها دي. طيب كريم انا بشكرك على التحليل الوافي للمباراه، وباذن الله نعوض في لسه في عندنا ماتشات الفتره الجايه اكتر باذن الله.
طيب دي كانت فقرة مهمة جدا وحلقة مهمة جدا عن مباراة الهلال السوداني والأهلي. لسه المشوار طويل ولسه في 5 مباريات متبقية في دوري أبطال إفريقيا، ولكن الأهم هو التعلم من الأخطاء وعدم تكرار مثل هذه الأخطاء في الفترة اللي جاية. في ظل إن في مباراة أيضا هتتلعب الساعة 3 العصر، أبرزها مباراة سان داونز بعد كده في منتصف شهر مارس. في الختام بشكركم أنا وكريم بالتأكيد من خلال هذه المتابعة، وبإذن الله نلتقي في حلقات أخرى قادمة من برنامج في كتفك يا أهلي. إلى اللقاء.